السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم فاتور بلوت موتو ديزاد، متخصصة في السيارات المستعملة في السوق الجزائرية. في هذا الفيديو نرى اليوم جمعك مجموعة من السيارات المستعملة طبعا مع أركان الهواتف مرفقة. سيارات ممتازة، سعرها تبدأ من 88 مليون وإلى 173 مليون. قبل ما نبشر في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم ضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا تنبيه عن كل فيديو جديد. وعلى بركة الله بدون طلع عليكم متابعينا، نبدأ في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو نرى اليوم، فابقوا معنا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا في فيديو اليوم، وهي فيات بونتو اني 2001. محرك هذا الفيات إيسونس، قدرة المحرك 1.2 60 حصان، رابط فيتاس مانويال. هاد السيارة ماشية 140 ألف كيلومتر. لونطوموبيل فيربوتاي ولا كاتغريز صافية. صاحبة السيارة مباركة ولاية باتنا. راهم سموها في هاد الفيات بونتو 88 مليون. محرك هاد السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد الفيات بونتو بصفة عامة نضيفة. السيارة الثانية بيجو 208 تاني 2012. محرك 208 إيسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي 82 حصان، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 152 ألف كيلومتر، لاكات غريس صافية، وطوموبيل توتوبسيون. السيارة فيها صبيغة في لافون والباب ريال نكاوا وباداكسيدو. صاحب الطوموبيل من ولاية سيزي وزو. رام سامو في البيجو 208 112 مليون ونص. صاحب الطوموبيل ما يبرش. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، والسيارة بصفة عامة نظيفة. السيارة الثالثة ام جي 3 جي دي لوكس اني 2014. محرك الام جي 3 جي بي ال، يعني الطوموبيل تمشي بالغاز. قدرة المحرك 1.5 في تي 110 حصان، لابود فيتاس مانويال. هاد السيارة ماشية 165 ألف كيلومتر، لونطوموبيل غريسوغي ولا كاد غريز صافية، الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية البويرة. راهم سامو في هاد الام جي 3 جي دولوكس 113 مليون. السيارة فيها صبيغة في بارشوكافو مع ذلك الطوموبيل نقية. محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الرابعة شيفرولي سبارك لايت ال اس سنة 2012. محركات شيفرولي سبارك ايسونس، قدرة المحرك 1.0 68 حصان، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 200 كيلومتر، لونطوموبيل غريارجو ولا كاد غريز صافية، السيارة فيها لاكليم. صاحب الطوموبيل مباشر راح ولاية الجزائر العاصمة، وسعر شيفرولي سبارك لايت ال اس هو 120 مليون. البري راه نيغوسيابل، اي بامكانكم تجيبوا الطوموبيل مبلغ اقل. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، هاد السيارة نظيفة. السيارة الخامسة شيفرولي نيو سبارك كان 2013. محركة شيفرولي ايسونس، قدرة المحرك 1.2 16 في 81 حصان، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 160 ألف كيلومتر، لون طوموبيل نوار ولا كات غريز صافية، السيارة فيها صبيغة في البارشو كافو وكالكولوتو شافروا، ما عدا ذلك الطوموبيل نظيفة. صاحب السيارة مديدوش مراد ولاية كاسانتينا. راهم سامو فيها شيفرولي نيو سبارك 124 مليون. محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة السادسة شيفرولي كروز اني 2014. محركة شيفرولي ديازل، قدرة المحرك 2.0 161 حصان، لابود فيتاس مانويال. السيارة ماشية 157 ألف كيلومتر، لون طوموبيل نوار ولا كات غريز صافية، السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من ولاية الواد. راهم سامو فيها تشيفرولي كروز 170 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونس تاع الطوموبيل جيدة، هاد السيارة نقية.
السيارة السابعة رونو كليو كات ديناميك يعني 2013، محرك على الكليو كات ايسونس، قدرة المحرك 1.2 16 في 75 حصان، رابط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 168 ألف كيلومات. لون طوموبيل غري سوغي ولا كات غريز صافية. طوموبيل توت اوبسيون. صعب السيارة من ولاية شلف رامسا موفيا درونو كليو كات ديناميك 173 مليون. السيارة ما فيها صبغة ما فيهاش فروا، محرك الطوموبيل امبيكاب، لا سوسبونسو تاع السيارة جيدة، وهاد الكليو كات نقية. غادي نكونو كملنا معاكم كامل السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الاخير ما تنساو ديرو جيم الفيديو، دير بارتاج كامل الواتساب تاع صحاب هذه السيارة، ترى في صندوق الوصف اسفل الفيديو. قوموا بضغط على المزيد على عنوان الفيديو، وستر امامكم صندوق الوصف فيه ارقام الهواتف. والملتقى ان شاء الله في فيديوهات اخرى حول السيارات المستعملة في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.